مرحبا بكل السوبر جوكس، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. من بعد تنزيلها لاربع اغاني واللي حققت نجاح كتير كبير وعملت ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت نارين بيوتي واخواتها البنات سيدرا وشيرين التعاون على عمل جديد، العمل على اغنية جديدة ولاول مرة. فانطلقت نارين الى دبي للمباشره بالعمل على الاغنيه. ما تتخيلوا الشغلات اللي عم حضر لكم اياها هالفتره شو كبيره. غنيتي انا ومو، غنيتي انا وسيدرا وشيرين، عم اعمل كذا شغله بنفس الوقت، بس كثير متحمسه. يعني صح في كثير ضغط، بس هالضغط انه على طول عم يعطيك دافع قوي لحتى انه شو حيصير شو حيصير. وراحت لاستوديو ديبيكاد الكاتب والمغني والكومبوزيتور الموسيقي اللي تعاون مع دايلر من قبل في عده اعمال، من بينهم اغنيه انا اسف. من هون انطلقت الفكرة لتكون حقيقية وتلتحق البنات بنارين لدبي لتصوير الفيديو كليب، فبلش التصوير الأسبوع اللي فات، فشفناهم بلوكات مختلفة وستايلات شعر ومكياج متنوعة.